دي ده بيقولوا عليه باب خزنه سريه. ده كله باب خزنه؟ مش يعني هو بيتقال عليه باب خزنه على اساس ان هو زي باب سري يعني بيتحط كديكوريشن مثلا في مكان او بتاع بس مش ما بيستخدمش باب او بيستخدم خزنه يعني. يعني كله نظام ديكوريشن يعني حاجه ديكور حاجه بتتحط. ده هندي. هسال حضرتك هو جاي لك بكام؟ لا هو تقريبا يعني انا هبقى في حدود من 25,000 30,000 كده يعني. بس احنا مع بدايه الجزء او بدايه المخزن الثاني بتاع عم كرم، انا شايف هنا الغالبيه طبلوهات بسم الله ما شاء الله. عشان انا بحب الطبلوهات. انت لكن الطبلوهات عامه عندي منه الصرمه يعني عندي منه الصرمه وعندي الزيت وعندي الابيض والاسود. اغلى حاجه فيهم ايه بقى في الثلاثه؟ الزيت اللي هو بيبقى اغلى حاجه بيبقى الزيت. كان اغلى واحد بعته بكام؟ لا بعت حاجات مثلا ب 30,000 و 40,000.